وسط احتفال ديني وأجواء إيمانية وبمشاركة المئات من المؤمنين، انطلقت في مدينة بيت لحم مسيرة السيدة العذراء السنوية. وتقدم المسيرة رجال دين وشخصيات من المدينة والمنطقة بمرافقة فرق موسيقية أدت معزوفات ممتعة تتناسب مع الحدث. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. نظمت مسيرة حاشدة وبعد انقطاع طويل في مدينة بيت لحم إكراما لأمنا مريم العذراء عليها السلام، فانطلقت هذه المسيرة من ساحة كنيسة المهد مرورا بشوارع وأزقة بيت لحم القديمة وصولا لساحات مؤسسة العمل الكاثوليكي. تقدمت المسيرة المبخرة والصليب المقدس والكهنة والراهبات والأخويات والجوقة والجماعات المريمية والرهبنة الثالثة وجمع كبير من المؤمنين. توسط المسيرة تمثال لأمنا مريم العذراء والدة الإله مكلل بالزهور وضع على سيارة جابت الطرقات تخللها قراءة المسبحة الوردية وتراتيل للعذراء مريم. وكانت الشوارع قد زينت بالصور والأعلام والورود إجلالا للعذراء مريم مع البخور الذي أشعل في الطرقات. اليوم شاركنا في الدورة، دورة العذراء الختامية لدورة العذراء للشهر المريمية. اليوم لبسنا طبعا احنا والستات العذراء وحملنا العذراء من الكنيسة في الدورة. طبعا لبس العذراء كتير مهم لنا لانه العذراء امنا واحنا دايما نفتخر فيها ومنحب انه تكون دايما معنا، واليوم عيدها يعني، واحنا الشهر المريمي دائما كله بنفتخر فيه ودائما احنا بنكون عندنا صلوات طول الشهر، فراح نبتعد الصلوات في هالفتره هلا بعد ما يخلص الشهر المريمي. وكل سنه وانتم سالمين. كثير مبسوطه بعد جائحه الكورونا لاول مره نتجمع، وزي ما بقولوا الام بتلم، واليوم العذراء هي لمت الجميع ولمت الجميع، مش بس انه هو رمز لحضور المسيح الموجود في بيت لحم. وانا بتمنى كمان من العذراء اللي هي دايما تحمي وما زالت انها تعطي من نعم ابنها انها تهتم فينا احنا، وانا متاكده انه مهتم فينا بمنطقه بيت لحم وفي فلسطين كلها. بعد يعني كمان المصاب اللي صابنا اخر مره مش كان هين على الناس، فبطلب منها انه هي تكون زي ما حمت ابنها وهربت فيه الى مصر وحافظت عليه لاخر لحظه وقدمت فيده للعالم، انه تحافظ على بيت لحم اللي هي رمز العالم كله، رمز الخلاص ورمز نزول الله ابن الله الى الارض لكي يخلصنا ويهتم فينا. بعدين بدي اشكر نور سات على العمل العظيم اللي عم بيعمله، عم بيتابع، عم بيشرك ناس كانوا حضور هون وناس غايبين في بيوتهم، فهن بيعطوا المجال ان يشتركوا كمان معنا في هذا اليوم العظيم في احتفال بيت لحم. وبتمنى انه ما يكون بس هذا شعائر خارجية، أن يكون فعلا شعائر داخلية، العذراء تكون حاملة كل بيت وكل بيت يكون رمز نموذج زي العذراء ونموذج زي العائلة المسيحية اللي ربطها العذراء. أحب أعيد على جميع الناس، إحنا من بيت لحم بنحضر دورة العذراء من كنيسة المهد لمندورة في كل شوارع بيت لحم، راس فتيس للعمل الكاثوليك. كتير حلوة دورة العذراء، الناس كلها بتكون تستنى فيها من السنة للسنة، وكل عام وانتم بخير يا ربي، وإن شاء الله تنعاد على الجميع بخير وسلامة وتروح عنا الوباء اللي احنا لنا سنتين تقريبا كتير محاصرين. وبنطلب من العذراء بشفاعة امنا العذراء تقيم عنا هذا الوباء، وكل عام وانتم بخير. كما وحملت أيقونة لوالدة الإله من قبل الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم، طافت الشوارع بمرافقة الكهنة ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ونائبه حنا حننية والوجهاء والمؤسسات، حيث عبر الأب رامي عن فرحته لعودة هذه الاحتفالات بعد انقطاع طويل، كما وشكر مجموعة نسور المهد لتحضير هذا الموكب والمحافظة على النظام طيلة فترة المسيرة،
كما وشكر جميع الحضور والأجهزة الأمنية. بفرح كتير كبير، وبعد غياب السنة الماضية وأزمة الكورونا اللي كانت، احنا هلأ رجعنا نحتفل بالشهر المريمي مثل ما لازم، ونعطي الإكرام لأمنا العذراء هنا في بيت لحم بعد اللي عملنا الدورة، بعد القداس والمسبحة، والجميع أخذ البركة في النهاية في مؤسسة العمل الكاثوليكي. نحن فرحانين كتير، ومنصلي لكم جميعا، نصلي للنور سات، ومنصلي للعالم أجمع العذراء بشفاعتها، أنه الرب يعطينا السلام وبركته على الدوام، أمين. وفي الختام أعطيت البركة لجميع الحضور في ساحات العمل الكاثوليكي وسط فرحة كبيرة، وبركة سيدتنا مريم العذراء كلية القداسة. للنورسات مارلين الحدوة من باحات العمل الكاثوليكي بيت لحم.